ايوه اعرفك، صاحبة نورهان في البنك. ايه اللي حصل؟ انا جاي على طول، جاي على طول. في ايه؟ رايح فين ده؟ نورهان فين؟ وايه اللي حصل لها؟ انا اللي بسألك، قلت لها ايه خليتها تنهار بالشكل ده؟ بعد ما مشيت ساهمت وكأنها مش شايفانا، وبعد كده وقعت من طلب. اكيد قلت لها حاجة، قولي ايه اللي حصل؟ طب هي فين دلوقتي؟ جوا عند الدكتور. ممنوع يا استاذ. طب عند الطريق دلوقتي. مجنون ده ولا ايه؟ نورهان. ايوه يا استاذ. سامحيني معلش. صعيدي. كنت جالس قوي معايا. مع انك نصك صعيدية. بس ايه الحنية دي كلها؟ اوعدك اي حاجة تقولها لي هتبقى سر بيني وبينك. صدقتي؟ مفيش سر ولا حاجة. عايزك تبكي، قول ما انا عايش على وش الدنيا. تحبيني؟ اظن كده بقيتي كويسه وتقدري تروحي، ولا تحب احجزك يومين كمان؟ موافق لو هتحجز وياها. هتفوتي عليا انت، انا عارف. انا كمان بحب اتجوز. عايز بتقعدي على اللابتوب هتكسريه. يعني ايه ده؟ كمبيوتر بتاعي عليه شغل كله. واه، شغلك في الشنطه دي. ما تشغليش بالك، المهم احنا هنطلع من هنا على جنة ونعدي على شركه الالات الزراعيه نطمن راحوا الارض الجديده ولا لا. اديني كنت معاك اهو، وديني مطرح ما انت عايز اهو كده اريح. لا قول لي يا منى، ايه اللي نزلك ملهوفه دي؟ مشكله حصلت لي كانت ممكن تخربط لي مستقبلي كله، بس الحمد لله لحقتها في الوقت المناسب. الحمد لله. احنا هنوصل في الليل ولا قبل الشمس ما تطلع؟ انا خايفه حد يشوفه. لما نوصل هناك يبقى يحل هربنا. خدي الكنسايه دي، ها، تسلي بيها في الطريق، وانا اشغل لك احلى اغاني نجوم اف ام. ولو عايزه تنامي نامي. فهمتك، قصدك اسكت. هاسكت خالص اهو، بس افتح لي البتاعه دي. السفر الطويل محتاج هدوء وتركيز، وانا ما اخبيش عليكي عندي شويه مشاكل في الشغل عايز افكر فيها بهدوء واحاول الاقي لها حل في سكتي. فكر براحتك يا اخوي. اقول لك انا هريح على الدكه اللي ورا دي. رايحه فين؟ استني. ايه؟ بتاع مصطبه ولا ايه؟ اعمل ايه؟ انا هركن على جنب وانت انزلي اركبي من باب الوراني. طيب. نفسي اعمل لك عمليه نقل مخ وربيت دماغك. يعني ايه تتجوزوا على طول؟ انت لعبتوا تعرفوا بعض؟ ولا انت كنت عارفاه وبتمثلي عليه انك اول مره تشوفيه؟ انا يا ابوي؟ انا اعمل كده؟ معقول الكلام اللي بتقوله ده يا توفيق؟ ما هي حاجة تجنن. البت اتقلب حالها من ساعة ما عرفته. صح يا توفيق، وده دليل عنها ما كانتش تعرفه، وإلا كان حالها انقلب من زمان. إيه اللي جرالها؟ مدلوجة عليه وهيمانة وحاجة. جرى يا توفيق، البنت بتحبه وفرحانة بيه، مش أكتر من كده. بلاش تفكيرك أنت يروح لبعيد.
ده أول حب بشأن كان البنت دايما. في يومين يا علية؟ يو شافت في مستقبلها. أنت أمرك عجيب أنت كمان. أنت مش كنت أكتر واحدة معترضة عليه دلوقت بتدافع عنه؟ يو يا توفيق أنا بدافع عن بنتي، مش عايز أكسر قلبها. البنت بتحبه ومش ممكن هتحس بالسعادة إلا معاه. يبقى مفيش قدامنا حيلة غير إن احنا نجوزهم لبعض وندعي لهم بالسعادة. غلبتيني يا علية، الظاهر إن كنت متهور شوية وقاسي على البت. لولا إن أنا عارفاك كنت قلت إنك غيران عليها، بس أنت أعلم كده يا توفيق. خليها بقى تشوف مستقبلها. خلفتش العيون الجميلة دي عشان أخليها تبكي. إزاي يا بابا؟ إزاي تظن الظن ده فيا؟ ده أنا على يدك بخرج معاك وباجي معاك. خلاص انسي اللي حصل. وعموما يا ستي أنا موافق على الجواز، بس على شرط يعمل لك فرح ما حصلش في سهاج كلها. ما هو أكيد هيعمل كده، بس مش كل حاجة عليه، إحنا لازم نعمل حاجة. لا كل حاجة عليه، كفاية إن إحنا هنديه جوهرة ألماصة مفيش زيها في الدنيا كلها. أنا ما فهمش في الكلام ده، لما بقى يجي بالسلامة من جنة تبقوا تتفقوا. وهو رايح جنة ليه؟ هيشتري مواشي زي السودان؟ هو ما بيحبش حد يعرف حاجة عن شغله، لكن أنا هقول لك اللي سمح إني أقوله. هو اشترى معدات زراعية بملايين، كان جاي النهاردة البنك يغطي الشيك لحساب شركة المعدات الزراعية. ويشتري معدات زراعية بملايين ليه؟ لأنه شارك جماعة أصحابه في شراء مزرعة 100 فدان في قنا، وطلب مني ما أجيبش سيرة لحد، بيخاف من الحسد. لكن أنا حبيت أقول لك عشان تطمن انه ابن حلال ومكافح، بس وعدني انك ما تجيبش سيره لحد ولا حتى لماما. دي حاجه تفرح وتخليني احترمه قوي، بس انا مش عارف ايه الداعي للسريه اللي فرضها على نفسه وعليه كده، زي ما يكون بيعمل حاجه وحشه.